بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحيا الله فضيلته وأهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. أشرتم فضيلة الشيخ في حلقة مضت إلى أهمية أن يتطرق أو نتطرق الحديث حول صدقة الفطر لأهميتها وتخصيص حلقة بذلك، فنود أولا جزاكم الله عنا خيرا أن تحدثونا عن هذه الفريضة العظيمة، حكمها وعلى من تجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. كما أشرنا سابقا أن الله سبحانه وتعالى شرع في ختام الشهر وبعد نهاية الشهر، شرع سبحانه وتعالى أعمالا جليلة يختم بها الشهر ويتبع بها، فمن ذلك صدقة الفطر، ومن ذلك صيام ستة أيام من شوال. فأما صدقة الفطر فإنها صدقة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل مسلم في نهاية شهر رمضان، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، عنده ما يفضل عن قوته وقوت عياله في ليلة العيد ويوم العيد، فإنه يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر. والحكمة فيها كما جاء في الحديث أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، وأنها طعمة للمساكين، لأن يوم العيد يوم فرح وسرور بعد نهاية الشهر، وقد لا يكون هناك أعمال للكسب وطلب العيش والقوت، فيتعطل الفقراء، فالله جل وعلا شرع لهم صدقة الفطر ليقتاتوا بها في هذا اليوم. ولهذا جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ومن أجل أن يشاركوا المسلمين في الفرح ويتفرغوا لعيدهم ولا يذهبوا لطلب القوت كما كانوا في سائر الأيام، هذه الأمور هي الحكمة في تشريع صدقة الفطر في ختام الشهر. نعم. فضيلة الشيخ، متى تخرج ومن أي شيء تخرج؟ ذكرتم القوت، لكن لو ضربتم أمثلة على ذلك. نعم، وقت إخراجها، وقت الجواز يبدأ قبل العيد بيومين فقط. نعم. ولا يستحب، لكن من أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين أجزأته. نعم. وهذا يسمى وقت الجواز. أما وقت الفضيلة فإنه من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يخرج الإمام لصلاة العيد، هذا وقت الفضيلة. نعم. وإذا أخرها إلى عند خروج الناس لصلاة العيد فهذا أفضل. وأما وقت الفوات، نعم، فإذا فاتت صلاة العيد فإنه يخرجها
ولو صلى الناس العيد يخرجها في بقية يومه، فإن كان متعمدا لتأخيرها فإنه يأثم بذلك، وإن لم يكن متعمدا فإنه يخرجها في بقية يوم العيد وتجزئه عن صدقة الفطر. وأما وقت القضاء فهو بعد يوم العيد، فيخرجها ولو مضى يوم العيد، ولو مضت أيام هي باقية في ذمته يخرجها قضاء، ولهذا يقول العلماء ويخرجها بعد يومه آثما، فهي لا تسقط، يخرجها ولو مضى يوم العيد في أي يوم تيسر له إخراجها، لأنها دين في ذمته. إذن تبين لنا أن إخراج وقت صدقة الفطر على ثلاث حالات: الحالة الأولى وقت الجواز، وهو أن يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين. ثانيا وقت الفضيلة، وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى الخروج لصلاة العيد. ثالثا وقت أيضا هو من وقت الجواز، وهو بقية يوم العيد، هذا من وقت الجواز. وثالثا وقت القضاء، وهو ما بعد يوم العيد. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إلى من تدفع شيخ؟ أما بقية السؤال الأول وهي من النوع الذي تدفع منه صدقة الفطر، فصدقة الفطر تدفع من قوت البلد المعتاد، ولهذا نوعها النبي صلى الله عليه وسلم لاختلاف البلدان في القوت. قال: صاعا من فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. هذا التنويع من أجل اختلاف الناس في القوت، فيخرجها من غالب قوت البلد. فإن كان يقتاتون هذه الأنواع الخمسة فيخرج منها، وإن كانوا يقتاتون من غيرها كالأرز والذرة والدخن غيرها من الحبوب فإنه يخرج من قوت البلد. هذا الجنس الذي تخرج منه صدقة الفطر، وهي أن تكون من الطعام المقتات البلد. ولا يجوز إخراج القيمة، لأن هذا مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بإخراجها من الطعام، ولأن المساكين بحاجة في هذا اليوم إلى الطعام. وأما النقود فقد لا يجدون ما يشترون به من هذه النقود في هذا اليوم، لأن المحلات محلات البيع في الغالب أو في الأكثر تكون مغلقة، فلا يجدون، ولو كانت الدراهم معهم ما يجدون القوت الذي يشترونه في هذا اليوم، فيعطون قوتا جاهزا للأكل. وأما مقدار صدقة الفطر فهو كما جاء في الحديث الصحيح صاع، بالصاع النبوي، وهو أربعة أمداد، هذا مقدارها: صاعا من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. فإن كان هناك أنواع أخرى من الأطعمة، قد بينا أن المقصود صاع من قوت البلد المعتاد، فإذا كان البلد يقتات غير هذه الأنواع الخمسة فإنه يخرج منها كالأرز والذرة والدخن وغير ذلك
مما يقتاته أهل البلد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، إلى من تدفع فضلكم الله؟ صدقة الفطر تدفع للفقراء، للفقراء خاصة. نعم. لصنف واحد وهم الفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعها لهم، فهي حق للفقراء في هذا اليوم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ولأن وقت البرنامج انتهى فلعلنا نكمل بحول الله وقدرته في حلقة مقبلة أحكام صدقة الفطر مع فضيلة الشيخ دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله لفضيلته وأجزل له المثوبة. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.